أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قال مصدر من المجلس البلدي للكفر إن قوة حماية المدينة صدت صباح السبت هجوما قامت به مجموعات تابعة للمعارضة الشادية على منطقة الهناجر. المجلس البلدي الكفر في تصريح لصحيفة العربي الجديد ذكر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، مضيفا أن قوات المعارضة الشادية تسيطر بشكل كامل على منطقتي تزربو والسرير النفطيتين وبعض المناطق الأخرى حسب ما ذكر المجلس لصحيفة العربي الجديد. قال مجرم الحرب حفتر أنه أعطى أوامر بتشديد الحصار على مدينة درنة، مضيفا أن الحصار يعني الخنق. وأعلن حفتر في كلمة له بالبيضاء رفضه أي وساطات تدعو لفك الحصار عن المدينة تحت أي دعوة، مشددا على أن الحصار يعني منع دخول الدواء والغذاء والوقود إلى المدينة. أضاف مجرم الحرب حفتر أنه لن يسمح بدخول أي مستلزمات سواء وقود أو غذاء، قائلا إنهم وصلوا إلى نقطة لم يعد يجدي معها الحلول على حد تعبيره. قال رئيس الوزراء السابق علي زيدان أن الرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج مسؤول عن اعتقاله بحكم أن الرئاسي هو الجهة المسؤولة في البلاد. ولفت زيدان في حديثه لقناة فرنسا 24 الجمعة إلى أنه لم يتقدم حتى الآن بشكوى للجهات الأمنية عن معتقليه، موضحا أنه مثل أمام المحامي العام والمدعي العام ورئيس مكتب التحقيقات في طرابلس قبل توجهه إلى تونس. وأضاف زيدان بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية إلا عندما يكون متيقنا بأنه يستطيع إحداث تغيير حقيقي في الوضع المأساوي الذي تعرفه ليبيا حسب قوله. دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني لما سماه استثمارا أكبر ودائم في ليبيا لوقف ممر الهجرة عبر أراضيها على غرار ما جرى في منطقة البلقان. أضاف تاياني أن ظاهرة الهجرة أصبحت بحجم لا يمكن معالجته على مستوى وطني، منبها إلى أن الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي تواجه ظروفا صعبة وخاصة في إيطاليا وأسبانيا. وقال أنه يجب عليهم العمل بجد أكبر في إفريقيا، مضيفا أن المشكلة اليوم هي بضعة آلاف من الناس وغدا سيتحولون إلى ملايين. أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس إرسال خبيرا إلى ليبيا يتخذ حاليا من تونس مقرا له، وذلك لإعداد عملية بناء القدرات في مجال الإدارة المستقبلية للحدود الليبية. وبحسب صحيفة أكي الإيطالية فإن الوكالة مستعدة للتعاون مع السلطات الليبية على أساس السياسة الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة السرية. وفي ذات السياق أوضح المدير التنفيذي لوكالة فرونتكس خلال لقاء صحفي أن الوكالة لها دور كبير في إعداد حرس السواحل الليبي بالتعاون مع عملية صوفيا. تعال موجز مشاهدينا في أمان الله.